بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه ومن والاه. نكي سيقوى صنعة اللاقش قابلنا قندي بهم نعش يعنيها بإذن الله عز وجل قريق فأجد كمية وقن نيها ورنقن الاستعانة والاستغاثة والاستعاذة ورنقن استعانة ورنقن استغاثة ورنقن استعاذة نعش يعنين بإذن الله عز وجل مهمات قن. أولا الاستعانة يعني نستعين به منه وسأستعين كنين وتلجي نكون ونغي نتكابخ ونغي نتنقبضخ ونغي نتكلبخ ونغي نلجنخ ونغي نعيب أخنخ ونغي نحسب أخنخ إن معنى نين نغن نقابي نود نتم كثير دين سنك وليخ قرقشيبة ين إياك نعبد وإياك نستعين نكون قرقشيبة كتر عبدنكن يا الله قدر استعينكن بن حسن عسي انت بارك لنا ينكن بسم الله ينكن توكلت على الله ينكن لنقلت فرسانك بسم الله لا حول ولا قوه الا بالله ينكن ننو استعان بالله سبحانه وتعالى. عشان كده كثيرين كتار انا قدام قريب ما شاء الله جار نبهوا لهم تورموا الله المستعان ينو يا ركابين ينو يا رقنين نهبير ينو نين لنين استعانتكن. الاستغاثة استغاثة يا أخي وتل رجل أكون إللي يوتيرعون كذو إللي يوتيرعون يا حي يا قيوم برحمتك استغيث برابط أذكار مساء وصباح لي يا حي يا قيوم برحمتك استغيث أصلح لي شأني كله ولا تكل إنا نفس طرفة عين نقابلين قاب قريبتك يقول قرق الله ويانا اللهم يا الله يا كريم يا حي يا قيوم كن عندك سردي كنت كاس استغاثة قران كل كايا لجأكن كل كايا قرأكن كل كايا قامكن كل كايا جربكن كل وكالسكن نهي تريرا نعشانين استقاثة تغفر لك المعنى يعني جار كابك معنى والاستعاذة الاستعاذة يخي وسعى وذنكن ويحيكم من ينقلك. عشان كده الاستعاذة بمعنى الإبعاد شيشنا إنسان عسي نكين له إنسان عسي عوسنا منه وسي عوسنا كن جارد لله رب العالمين. عشان كده قل أعوذ برب الناس نكون قل أعوذ برب الفلق نام عوذتين رقية لي نكون لهم أذكار مساء وصباح لي نكون لهم كن عندك سرقة نكون لهم ينا ولاد لير ينا في غط لير سلا الدم بير نينا ونام عوزات قريق بركدي قريق يردن بودي باقن مسك سنو بشخص تنو بسينو ولا شانون كن عندك سردي معوذتين دي الاخلاص قل والله احد دي على الحمد دي تقرا حدك ان رقية قن تحسين قن بركت قن وري قران قن جار شرع قن النبي صلى الله عليه وسلم سر قور قن وسيورنا بن قالي صورنا صلى الله عليه وسلم نان معناها ناول انتنو قن معناها ورنا قن الاستعانة والاستغاثة والاستعاذة. الاستعانة طلب العون كابر جربنا والاستغاثة طلب الغوث وهو كشف الشدة ضيق لما شدة لما فرد كربة لما ونني جربنا قن. والاستعاذة طلب الالتجاء نا هي سنقن الانسان الاستعاذة طلب الالتجاء الاستعانة طلب العون الاستغاثة طلب الغوث وهو كشف الشدة. نان الدليل على أن هذه الأمور الثلاثة عبادة الدليل ينان عبادة قين نكون كنا عشانا وقابنا لهم القنو ناس يا أخوان ناس يا أخوان صنعة اثنين عبادة آكد وها بس بدت أقل يي ولا دليل هم بكون الله سبحانه وتعالى تلد يخ إنسان وانا لأخو نرى منا دليل سؤالي ناشي عنين جارد كايا قصص ردقن ناوى عبادة قين والدليل لا استعانة دليل الاستعانة ورنقن قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. دليل الاستغاثة قوله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم تستغيثون ربكم فاستجاب لكم الاستغاثة. دليل الاستعاذة قوله تعالى قل أعوذ برب الناس
قل أعوذ برب الناس ينكون. حكم الاستغاثة والاستغاثة والاستعاذة بغير الله تنقسم إلى قسمين. حكم نقوى غير الله ناشانين لين قسم لي لين بنال بنستي لا ريا جائزة لا ريا الله جائزة كدو تراو شاهدي جائزة نان ورنقن تنقسم إلى قسمين جائزة وأن تكون أن وشركية جائزة وشركية لين قن لا ريا جائزة قن لا ريا شركية قن نا استعانت دي استغاثت دي استعاذت دي نين حكم لغير الله أكن لين سنة نعم حكم حكم الاستعانة والاستغاثة والاستعاذة بغير الله جارد أكا أريخد أدام الدنو تكاود أستغيط رجربا غنسان أستعين ده جربا غنسان أستعيد رجربا غنسان نيلد كابان جربا غنسان نيلد طلب كشف كربطوس جربا غنسان نيلد التجاء أكا وديبو جائز رنبو كدو شركي رنبو إن جائزنان سجد قسم القسم نقول الله إذا توفر الشروط هي أربعة جائز إذا توفر الشروط أربعة سجد شرطان متعلقان بالأمر بالمطلوب الاستعانة والاستغاثة والاستعاذة لأن شرطك لا أخوة أن لا يكون من خصائص الله نسعنا أنت أن استعاذ أسرع أبو أن استعاذ أسرع أبو أن لجوء جرب أبو جاسق حقين ولاد قوية رزق قوية عافية قوية مال قوية رزق قوية إنين قدام تيشتلاني قدام تلو جرب تلاني جرب جرب زوك ما نسعنا أتنين يعني نين درسي يا أخي نكو مال قوية عند كابيه عند دكتور فريق مع علاج اسي ما قلقسي ما ان اسباب المشروع عكاسي اسنب ما تستعين بدكتور رقيت ازرق ما استعانت جنين قال الي لي رقنا فلا اتصل دنا خم بكون يرب كابيرو كسر عس سمعت فلانسي قوي تكون نكون لا عليك يعني يد تراخ بكابي يد دوي ما سمعت فلانس قال سري لان تفرد يبو نوي اخينا ما شانين جائز جن يعني خصائص جارود أحكدن بي وأن يكون المخلوق قادرا عليه كده أننا نفر أنت أستعند أخبه نفر أنت أستغيث رخبه أننا نفر أنت يعني أستعيد رخبه مثلا عاد لك قدر أخذ يبقى أكني مقدور لكني حيلت أكني مأسخول لكن نحالت نين مانع إلا ذيبه وبإذن الله عز وجل نين جائز جن. وشرطان متعلقان بمن أستعيذ أو أستعين أو أستغيث به أن يكون حيا أن يكون حيا هذا الإنسان وأن يكون حاضرا الإنسان أنت كابر جرب رحم تفريج كربطوه جرب رحم تأمين جرب رحم كابر جرب رحم عون جرب رحم مساعد جرب رحم إنسان حي قادر أخرشة ونيرشة إنسان حي قادر حاضر أخرشة كده نحدود لي معذرت لي بشر قدره الإنسان قدره صنعة العاكن نين جائز جن نان إن شركيت وارنوجن إذا تخلف أحد الشروط السابقة إن اللي ينعش أرطين جارد رحقه إن جائز رحقه جائز سجى كان قسمه نحن شركي رحقه ما نشركي نا مخلوقات من نيل عاكن معناها نين مخالف جن من ينقدر نشركي يشتري إن استغاثت إن شركية إذا تخلف أحد الشروط السابقة ما شروط إن ذكرنا إن شركية إن 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 استغاثة إن استعاذة إن استعاذة إن جائز لي إن جائز لي إن جائز ناو قلنا شيء إن ذكرنا نالد لا يردك كابترا نين شرك لتوسك معناها إن شركها إن خصائص جارو لتوخ توسق صنعتك إن جائزة إما دورة إنسان إن حيلت لعكاو حاضر أكون سك حي أكون سك نقدر أخذ يبقى إنسان يصير ولا قرصة نينجن إن جائز نديها شركة جن هما نحبنا نكي الاستعانة والاستغاثة والاستعاذة القابن يخون هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.